استخدمت لها هذا الباليت حق ميك اب فور ايفر. اول حاجه حطيت لها توزيع بالكونسيلر على تحت الحاجب عشان انظفه. عندكم هنا لون الجفن، شايفين ايش لون الجفن؟ حطيت لها كونسيلر مو برايمر بنفس لون جفنها، بينما هنا لون افتح. فلما حاجي احط الشادو، هذه من الاغلاط اللي مره دائما تصير، لما حاجي احط الشادو على برايمر فاتح او كونسيلر فاتح يتغير معاكي لون البني تماما، بينما لو حطيتي الاساس بنفس لون جفنك يعطيكي نفس درجه اللون بالباليت. اهم حاجه ثبتي نفس الكونسيلر اللي على جفن العين عشان لا يبهت اللون ولا يروح لونه او لا يخطط معاكي. فايش راح تسوي؟ حستخدم هذا الباليت من نيكد، حبيته مره اللوك اليوم لانه في له كل الالوان، يعني اللي ما تحب تطلع عن البنيات مره راح يعجبها. راح استخدم هذه الدرجه البيج، اي فرشه مثلا فلافي بس كده تروحي وتجي، شايفين؟ بس اساس ثبتي نفس الكونسيلر. خطط معاكي قبل لا تثبتي بصباعك كذا، ادمجي الخطوط، شوفوا الوان الباليت مره جنن. هستخدم هذا اللون، حلو، باخذ اللون واروح كاني كذا، شايفين؟ زيدي نفس اللون، حابه مثلا اثقل زيدي نفس اللون هنا، اخذ من اللون كمان ضغطتين واروح واجي. بس اللي قاعد يساعدني مره في الدمج انه متثبت بباودر، ادخل على هذه المنطقه وكذا قاعده اروح واجي. حابه اغمق الكورنر بنفس الفرشه، ما يحتاج فرشه ثانيه، بنفس الفرشه حاخذ هذا اللون كذا، جاي لونه على هايلايت، راح اخفف شويه البيج لاني مره ما ابغى كذا يكون انه هايلايت، راح احطه هنا تحت الحاجب بس يعطيني كذا، شايفين كيف زي لفين يسار. الحين استخدم لها سماش بوكس فظيع، شوفوا كيف لونه هو هايلايت. حوزع على بشرتها، بس اهم شيء بفرشه زي كذا تكون عشان يوزع لك توزيع حلو وما تمتص الفرشه نفس الهايلايت. نجي للفاونديشن، شوفوا عندكم البشره، ترى البشره الوان، يعني كل ما غمقت البشره لون البشره عن البشره البيضاء كل ما زادت تلوين البشره. فاكثر البنات يجوا يختاروا فاونديشن على اساس منطقه الخد، دائما وغالبا تكون منطقه الخد افتح من منطقه الوجه كامله. الحين حستخدم لها هذه الدرجه من الاساس من برجوا رقم 57، حوزعها طبعا حغمقها لاني ابغى اللوك برونز اكثر مع الاورنج. فدحين عندي هذه المنطقه مثلا صارت بالفاونديشن مع انها نفس الدرجه ترى، بس صارت افتح، ايش بسوي؟ باخذ من الكونتور وكذا وادمج، شايفين كيف؟ واحاول اني انا اعدل اللون بنفس باليت الكونتور. تبغى الفاونديشن نهائي ما يخطط معاكي، وهذه حركه صرت مدمنه عليها. حبخ على بعد الفاونديشن دايركت، حبخ فيكس بلس على البشره. ارسم عظام الفك، بعد كذا حجي عند منطقة الفك واعرضها تحت العظمة، شايفين العظمة ما اجي ارسم فوقها عشان لا اصغرها، تحت ورا الاذن وتحتها بالضبط. ما اجي واعتمد كونتور من البداية لين هنا، اساس لا يصير معاكي هذه المنطقة كلها كونتور. كف سهل جدا في الدمج عشان يباخها فيكس بلس، سهل مرة. هوريكم طريقة مرة حلوة دائما اعتمدها لنفسي، ادري انه كثير يقولوا انها غلط بس عني امانة مرة احبها ودائما اعتمدها. انا من الناس السريعة ما اعتمد كونسيلر ابدا، نفس الفاونديشن، يعني وانا بوزعه على بشرتي اوزعه على كامل الوجه حتى تحت العين. حاجي اوريكم كيف انه ما حاجي اخذ من نفس الباليت هذا اللي هو اساسا اللون هذا، اقدر استخدمه ككوركتر وكمان كبلشر، حاجي احطه هنا، شوفوا لونه مرة لونه بيتش. دحين حدمج بنفس الفرشة اللي دمجت فيها الفاونديشن كذا طبطبة بدون ما أسحب عشان لا أحرك الفاونديشن ولا أجرح الأساس. راح أستخدم كومباكت باودر لأنه كثير أسمع إنه ما يحبوها إنها تخلي لهم الفاونديشن كيكي إنه كذا مرة باودر. بس اهم حاجه لما تستخدمي فاونديشن، انا عني افضل تستخدمي مثلا فاونديشن درجه مثلا 4، تستخدمي باودر درجه 3، يعني افتح بدرجه بس، درجه واحده بس.
الحين هستخدم نفس الباليت نفس اللون الطوبي اللي على اورنج، انفض الزايد اهم شيء، احرص مره اني انا ما امسك البشره عشان لا اخرب الفاونديشن. دحين بحط لها هايلايت عند المجمع بس ما ابغاه مره لولي، وما عندي في هذا الباليت درجه انها تكون كذا الشيمري اللي على لولي. ايش اسوي؟ راح اخذ من هذا اللون المات وادمجه مع اللون اللولي اللي هو شيمري شويه واحطه على هناك كلي، بس من الطرف ارسمها، ما يحتاج شعرات لانه اوريدي هي خلاص مره ما شاء الله مرسومه. بس من الطرف كذا باقي زي كذا. كنتور على الأنف إيش بسوي؟ بستخدم هذه الفرشة أحاول دائماً أنا أقرب الخطين من بعض وما أجي أوسع من هنا من هذه المنطقة الخط وأخليه يبدأ يضيق في هذه المنطقة والعكس، أدمجه كذا. اللي يصغر الخشم أكثر من الكنتور نفسه هذه الحركة اللي هنا اللي من الجوانب بيضة، وأخليها عشان أبغى الفونديشن يتشربها عشان تعطيني لون أفتح. هستخدم هذا الباليت من كفر فيكس للهايلايت، شوفوا كيف الهايلايت طالع هنا. اللي حلو في هذا الباليت انه اقدر استخدم فيه اكثر من لون للهايلايت، وغير كذا كمان اقدر استخدم هذه الدرجه كبلاشر. اضحكي كيف دحين حصغر الجبهه اكثر، حغمق منطقه البيبي هير. حطيت لها نفس الشدو هذا، ابدا دحين اغمق هنا واخليك كانه بيبي هير فعلا، وبعدها لو ابغى يعني تقدر تزودي على قد ما انت تبغي.